الآن دعونا نتحدث عن هذه المهارات الأربع، وستكتشفون بأن اكتساب هذه المهارات يختصر عليكم وعلى أبنائكم الطريق بعون من الله سبحانه وتعالى، وما بكم من نعمة فمن الله. المهارة الأولى هي مهارة يعني التعامل مع الطفل حسب مرحلته العمرية، مهارة التعامل مع الطفل حسب سنه، حسب مرحلته العمرية. الطفل يمر بثلاث مراحل، وهذه المراحل الثلاث اجعليها أيتها الأم واجعلها أيها الأب مثل الحلقة في الأذنين. المرحلة الأولى الحضانة من لحظة الميلاد إلى سن الثالثة، والمرحلة الثانية الروضة من دخول سن الرابعة، يعني أكمل 36 شهراً دخل سن الرابعة إلى نهاية سن السادسة، والمرحلة الثالثة هي مرحلة الطفل المميز، مرحلة سن التمييز من دخول سن السابعة إلى نهاية العام الثاني عشر. عندما تفتقد الأم للتفريق في التعامل ما بين يعني مرحلة الحضانة ومرحلة الروضة ومرحلة الطفل المميز، فإنها تطالب ولدها بما لا يتناسب مع مرحلته العمرية، وتترك أمورا هي أهم في مرحلته العمرية تلك. دعوني أضرب مثالا بالقراءة مرة أخرى. كثير من الأمهات يأتين تقول أنا ولدي سنه سنتان أو سنتان ونصف، وأريده أن يتعلم قراءة الحروف، أريده أن يقرأ ألف باء طيب يعني جيم دال. وأنا أقول لها بأن مرحلة الحضانة ليست مرحلة تعلم قراءة، وإنما هي مرحلة استماع وتحدث ومرحلة محبة للكتاب. يعني يمكن أنني آتي لطفل الحضانة وأقتني له مكتبتي الأولى، كتاب المهد وكتاب المعصم وكتاب السباحة. لماذا؟ لأن هذه المرحلة ليست مرحلة قراءة. يمكن أن آتي لطفل الحضانة وأقرأ له قصة، طيب أقرأ له أنا القراءة لأنه هو يستمع وبعد ذلك يتحدث وينظر إلى الصور، لكنها ليست مرحلة تعلم قراءة. فكذلك مرحلة الحضانة هي مرحلة استماع. أنسب مرحلة يتعلم فيها الطفل التراكيب، المفردات والتراكيب ومخارج الحروف عن طريق الاستماع هي مرحلة الحضانة من لحظة الميلاد إلى سن الثالثة. فعندما تدرك الأم هذه المرحلة وطبيعتها، فإنها ستحرص حرصا شديدا على أن تجلس مع ولدها كل يوم، تسمعه القرآن الكريم، تسمعه الأناشيد الفصيحة، تحدثه، تستمع إليه وهو يتحدث. لماذا؟ لأنه بعد أن يفرغ من مرحلة الحضانة ويأتي إلى سن الروضة يكون مهيئاً وعنده التربة الخصبة ليمر على كل هذا المنهج بكل سهولة. كذلك من سمات مرحلة الحضانة أن الطفل كثير الحركة. في البداية يكون ساكناً في الأشهر الأولى، بعد ذلك يبدأ يحبو، بعد أن يبدأ يحبو لا يريد أن يجلس. فطفل الحضانة لا يستطيع أن تجلس معه أمه مثلا لتقرأ له قصة من مثل قصة يوم الجمعة. لماذا؟ لأن الكلمات التي فيها كثيرة يعني وهي طويلة لا تناسبه. فإدراك الأم لكل مرحلة وما يناسبها يجعلها تتصرف وفق طبيعة تلك المرحلة. طيب نأتي في الجانب المقابل. تأتيني أمهات تقول أنا عندي ولد في الصف الثامن وعنده ضعف قرائي، أريد منكم أن تدخلوه
في دورات القارئ العبقري، سواء الدورات المباشرة أو عن بعد. أو الذي أنهى سن يعني الصف السادس ودخل إلى الصف السابع، فأقول لها: يا أختي، عندما تفهمين المرحلة العمرية تعرفين بأن من جاوز سن الثانية عشرة فقد جاوز مرحلة الطفولة ودخل إلى البلوغ. يعني حتى لو لم تظهر عليه علامات البلوغ، هو الآن أصبح يتهيأ للرجولة، فلا يمكن أن آتي لولد في الصف السابع وأقول له بأن هذا عمي عبد الله وهذه معرفة الناقة فرحة وأيوب والقطة هريرة، هو يرى بأنني بذلك أنا أهينه. طيب، كذلك عندما آتي إلى يعني طفل الروضة، عندما أدرك بأن طفل الروضة، مرحلة الروضة هي أنسب مرحلة لتعلم القارئ العبقري، ولكن تعلم القراءة، ولكن يمكن حتى بالنسبة للطفل الذي وصل إلى الصف الرابع الخامس سنه 9 سنوات 10 سنوات، يمكن أن يتعلم القراءة من مثل هذه الكتب. لماذا؟ لأنه ما زال يعيش طفولته. فإذا علينا أن نتفقه كثيرا في طبيعة كل مرحلة على حدة. مرة أخرى، من ضمن الأمور التي تنساها كثير من الأمهات عندما يتعامل مع الأطفال، ينسين بأن الطفل المميز لا يريد أن يقرأ بنفس الطريقة التي يقرأ بها طفل الروضة. فمثلا جئت أنا لأعلم بنتي جوهانا وهي طفلة ما زالت في مرحلة الروضة، وجئت أراجع لها مرحلة السكون. عندما أحدثها أقول لها: جهونة، طيب ما رأيك أن نراجع؟ طيب، هي ستدرس هذه المادة، ولكن عندما أدرك أنها تريد أن أتحبب معها أناديها جهونة، ويعني حتى طريقة الجلوس معها تختلف تماما فيما لو جئت مع ولدي سعيد الصف يذهب الآن إلى الصف الثالث. فقد آتي إلى ولدي سعيد وهو طفل مميز وأقول له: أريد منك أن تقرأ قصة، مثلا قصة حسام، أو حتى نفس المادة التي تقرأها جوهانا، ولكن لا يمكن أن أقول له يعني بنفس اللكنة، وإنما اللكنة هنا ستختلف. أبا القاسم، طيب يعني حتى الطريقة التي أستخدمها. لماذا؟ لأن إدراك هذه الفروق الدقيقة يعطي فرقا شاسعا في النتائج التي تتحقق عندما نتعامل مع أبنائنا. وهذا الموضوع موضوع يعني إدراك الفرق بين مرحلة عمرية أخرى، لا يقتصر على جانب القراءة فقط، وإنما على كل جوانب خماسية السكينة من عبادة وعلم وعمل ولعب ونوم وصحة. يعني لابد من أن نتوسع في مسألة دراسة الفرق بين كل مرحلة عمرية والتي تليها. طبعا توجد الكثير من الكتب والكثير من المقالات ومن المواد، يعني تجدون في يوتيوب في المدونات وغير ذلك، ولكن بعد ذلك من أراد أن يتوسع في هذه المهارة سأذكر إن شاء الله تعالى كيف نستطيع أن نتوسع في مهارة التعامل مع كل مرحلة عمرية على حدة. متى ننمي الاستماع والتحدث أكثر؟ متى ننمي القراءة أكثر؟ متى ننمي الكتابة أكثر؟ متى ننمي المهارات الاجتماعية أكثر؟ كل مرحلة عمرية يناسبها ما لا يناسب غيرها. والله سبحانه وتعالى يقول: وخلقناكم أطوارا. والله سبحانه وتعالى جعل لكل عمر ما يناسبه. يعني حتى الإنسان السوي بعد أن يجاوز مرحلة الطفولة، ابن 20 غير عن ابن 30، وابن 30 يختلف عن ابن 40. ولذلك عندما قال الله سبحانه وتعالى:
حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. هذه الآية لم تأتي اعتباطا، وإنما جاءت لتدلنا على أن كل مرحلة عمرية لها ما يناسبها، وعلينا أن نأتي وندرس ونتوسع في دراسة ما يتعلق بكل مرحلة عمرية وما يناسبها.